يلا عظيمه. بص احنا دلوقتي بقى ايه وصلنا المكان. بقول لك ايه افتح كده فيديوهي عشان نقول الكلام ده في قلبك الحاسس. فيديوهي كده هات الفيو ورايا بقى. ماشي اظبط لي الدنيا. يلا سلام منظر شاعري. بسم الله. يلا 1 2 3. طب يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا بقى المرسى بتاعه الغواصه في نص البحر الاحمر. بالمناسبه الغواصه دي ما فيش منها غير 2 في الشرق الاوسط والاثنين عندنا هنا في مصر في عماريا مصر. الغواصه دي بتنزل تقريبا 25 30 متر تحت المية وبتقعد تتفرج بقى على الشعب المرجانيه والسمك والالوان والحاجات الجميله بتاعه البحر الاحمر اللي عندنا هنا في الغردقه. فيلا بينا بقى ننزل الغواصه ونشوف التجربه مع بعض هتبقى عامله ازاي. يلا بينا. هو عبد العظيم هيعرف ينزل النازله دي؟ عظيم. المنظر من فوق حاجة وتحت حاجة تانية. منظر خلاب. ده مين ده؟ ده الوصف بتاع القلعة. سيد. عظيمة. خلاص احنا كده وصلنا لسطح البحر. بسط قوي قوي. الناس مبسوطة اللي هناك ولا يأمن كده على السياح عشان بس ما بزودة مبسوطين. يلا بقى ما بزودة كلهم مبسوطين. يلا نغني بقى سلمى يا سلامة عشان ايه. سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. سمع حاجة هناك تعالى. سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. طيب يا جماعه احنا خلاص خلصنا رحله الغواصه. ايوه في عبد العظيم بتاعتنا ايه؟ الغواصه هتوحشني قوي. معلش يا عبد العظيم مش انبسطت يا عبد العظيم. شفت السمكه كانت بتصطاد ازاي؟ انت عايز تاكلها؟ ايوه هوديك بقى رحله احلى من الغواصه. هنطلع بقى بينا دخلنا في عالم الاسماك. هنروح بقى الاكواريوم اللي في الغردقه. ناس كتير ما تعرفش ان في اكواريوم هنا يا عبد العظيم. اكواريوم؟ واكواريوم عالمي. بجد والله. نكمل بقى اسماك هناك والكابوريا ونجيب بقى كل حاجه. هشوف السمكه اللي بتحبني هناك. والجندفني وكل حاجه. يلا بينا على الاكواريوم. سكر سكر الدنيا زي السكر مش مستاهله ما هي مش مستاهله افكر.